نشأت عطفا وحنانا، كنت عائدة من الدرس في يوم بارد ممطر، وجدت قرب الباب منزلنا قطة صغيرة تموء بصوت مزعج. لقد اغبر وجهها واهتز جسمها وذبلت عيناها وارتعش ذيلها. اقتربت القطة من رجلي وأنا أهم بفتح الباب، وكان في اقترابها حذر وخوف وتردد، فأدركت أنها شريرة في حاجة إلى الدفء والطعام والعطف والرعاية. انحنيت ألاطفها فاستجابت لمداعباتي واستسلمت للمساتي وشعرت ببعض الاطمئنان، فكفت عن المواء وفي ركن من الحديقة وضعت صندوقا من خشب في شكل بيت مسقوف ليكون مأوى لها. وتعطفت أمي عليها فقدمت بعض الخرق لتكون لها فراشا دافئا لينا، ووضعت بقربها حليبا شهيا وخبزا طريا، فأقبلت على الخبز تأكله وعلى الحليب تلعقه إلى أن شبعت وتخلصت من آلامها وفزعها ورق مواؤها وأصبح نغمة عذبة وشع بريق السعادة في عينيها.